طيب، خلال الفترة اللي فاتت بقينا بنشوف تكثيف كده لوجود العنصر النسائي في الشرطة. والله يعني العنصر النسائي موجود، لان وضروري، لان احنا يعني في حاجات حتى قانونية احنا بندرسها للطلبة، يعني لا يجوز تفتيش الانثى الا بمعرفة انثى. فانا ازاي انا ما يبقاش عندي ضابطة شرطة في مطار القاهرة مثلا، او ضابطة شرطة في ميناء من المواني، او ضابطة شرطة هتنزل تنفذ معايا مأمورية هيبقى فيها ضبط الستات او ضبط الجنس الاخر يعني. وبالتالي لازم انا يبقى معايا، لازم يبقى في الشرطة المصرية شرطيات بيأدوا دور زيهم زي زمايلهم من الضباط من الذكور، لان ودي كمان اصلها برضو مما شهده التطور الطبيعي للحياه في الوقت الراهن. يعني لاحظ ان دلوقتي ما فيش مجال من مجالات الحياه المراه ما دخلتش فيه، وبعدين اثبتت في مجالات كتير جدا قدراتها، ما فيش شك يعني. وبالتالي يعني مكملين لبعض، لان زي ما قلت لحضرتك لا ده بتبقى مطلوبه، ومطلوبه في بعض المواقف بصورة مهمة جدا، ما يقدرش في بعض الحاجات اللي ما يقدرش يقوم بها غير العنصر النسائي. العنصر النسائي، وده يعني برضو زي ما بنقول تطور طبيعي شاهد الحياة يعني.